ما أبطينا عليكم، رجعنا من جديد في ساعة شباب، والآن إلى أكثر الفقرات إثارة للجدل مؤخرا، مظهر وستايل. أكيد مع ضيفتنا اليوم حبة المجال الفني من الصغر وتحديدا الرسم، وأصبحت تمتلك خبرة كبيرة في مجال المكياج. اسمحوا لي أرحب بضيفتنا الموجودة معنا اليوم غالية فرح، يا هلا فيك معنا في ساعة شباب. شرفتينا غالية. كيفك يا غالية؟ الحمد لله بخير كويس. ميك اب ارتست طبعا. كيف الأجواء في الميك اب ارتست؟ جميلة ها؟ طبعا. والمنافسة قوية طبعا. طيب انا ابغى اسال بدايه، اول خطوات لك في مجال المكياج كيف كانت؟ يعني انت اكيد بديت درست من الرسم الى أيوه. بس ابغى اعرف كيف دخلتي لهذا العالم. طبعا الوالد شجعني من وانا صغيره، فجاب لي اللي هي علبه الميك اب وكذا بعد ما تخرجت من المتوسط. حلو. بعد كذا صرت اعمل على نفسي، على اختي، على جاراتي. بعد فترة الكل قال لي لازم تكوني ميك اب ارتست. اوه انت متوسطة بديتي؟ ايوه من وانا صغيرة. أوكي. بعد كده قالوا لي واحدة من زميلاتي راحت في الصالون وقالت لهم عني. فهم طلبوا رقمي ومن بعدها بديت معاهم، من هنا بدأت انطلاقتي للسوالف. ما شاء الله، وورد اوف ماوث يعني، بالسمعة بالاسم وبالخبرة اكيد. طب بسألك غالي، يعني صار المكياج فترة أخيرة حية الكثيرة وصرنا بنشوفها على السوشيال ميديا، قد ايش البنت بتتغير من شكل لشكل ثاني تماما؟ تركيب راس بالميك اب تركيب راس جديد. من ابرز هذه الحيل انه يكون الوجه كله واعتماد الوجه كامل على لون واحد بس. إيه. وكمان في الكونتور ودي. إيه. الاشياء، فنبغى نعرف، عرفينا اكثر على هذه الطريقه كيف بتصير. ايوه ممكن انت تستخدمي الروج لكذا، يعني روج. ايوه الروج الليبستيك الكريمي، فيك تستخدميه كبلاشر كريمي، فيك تستخدميه كبرايمر لوضع الاي شادو. يعني الروج يعني فيك ليه استخدامات كثيره. ايوه استخدامات كثيره. واذا زي الفونديشن. يس. لا مو زي الفونديشن بس يعني ابراز الخدود وزي كذا. نفس الشيء لو كان الروج بني ممكن تستخدميه كبديل كريمي للكونتور. واذا كان عندك روج اورنج ممكن تستخدميه كبرايمر للتصبغات وكذا. يعني يغطي مكان العيوب مثلا الموجوده في البشره. المواد يعني ممكن تستخدمي مواد بمواد اخرى يعني. حلو. هذه حيل جديده الصراحه، اول مره اعرفها. بس حيل اللي عجبني في الحيله انه انا ما حضطر اشتري لزوجتي ولا لاختي ولا اي احد. ايوه يعني أيوة. المبالغ حتقل هذا طبعا. لا لا مو لا شباب ركزوا، في حاجات تهمكم يعني يحتاجوا تعرفوا اذا انه في اشياء اقل يعني، فعشان لا تكتروا. أيوة. ووضحوا لهم انه في نقاط يعني تستبدلوها بمواد. هذا المفروض. طب ابغى اسال حاجه ثانيه من ناحيه ادوات المكياج. أيه. هل المفروض من ناحيه صحيه وكامان طبعا لازم يكون براند. ابغى اعرف غير البراند. ابغى اعرف قد ايش. اوكي البراند هذه تحت. أيه. الحساب المفروض تكون ثابته. أيه. بس قد ايش الوحده فيكم لازم تغير ميك ابها او استخداماتها للاشياء عشان لا تكون مثلا اكسبايرد ولا ممكن تاثر على البشره ولا ايش ما يكون؟ ايوه لا الوحده لازم تكون طبعا تستخدم المواد اللي هي خاص اللي هي تكون عارفه ايش اللي بيناسبها. فلما تروحي اصلا في اي مكان تاخذي ميك اب، الحين كثير الموجودين هناك بيساعدوك، يعني ممكن هذا الشيء يناسبك هذا ما يناسبك، فما بتضطري تاخذي. طب بلاش من المواد. الفرش انتوا تستخدموا فرش كثير في ميك اب صح؟ المفروض تتغير كل قديش؟ لا ما تتغير، تتعقم تتنظف. ايوه تتنظف تنغسل. أيوة. طب بسالك غاليه، بالنسبه للمكياج الصباحي. أيوة. يعني كثير من البنات ما اعرف عندهم خلط في المواضيع، يحسبوا انه صباح ومساء، ولا يحسبوا انه الميك اب هو اللي اظهار بس ابراز جمال الانثى، وليس انه تحطي ميك اب كامل في النهايه بنشوف اشكال. ايوه يعني ما ابغى احكي. فانا ابغى اعرف. أيوة. ايش اهم الادوات اللي بنعتمد عليها كمكياج صباحي؟ ايوه مو مسائي ابدا. أيوة. في الصباح فيك تستخدمي انت البيبي كريم وتبتعدي جدا عن الالوان اللي هي فيك يعني القويه. ايوه أوكي. تكون الالوان ترابيه لحميه، الالوان القريبه من لون البشره طبيعيه. وتكون مات، تبتعدي عن الاضاءات، تبتعدي عن الكونتور الواضح، ممكن تستخدمي اللي هو السوفت كونتورنج الباودر. يس. بس وتستخدمي البيبي كريم اللي هو بديل للفونديشن. ممكن اذا ما لقيت البيبي كريم اللي يناسب لون بشرتك تخلط البيبي كريم بالفونديشن اللي يناسب بشرتك. اهم شيء انه يكون في نسبه وقايه. SPF هي الوقايه من الشمس. حلو. ابغى اعرف غالي انت مكتفيه بعملك بهذه الطريقه؟ يعني ما فكرتي مثلا تسوي توتوريالز او حاليا على اليوتيوب او غيره؟ ايوه حاليا عامله توتوريال، بنزل توتوريال. متى بديتي؟
مع ثورة قريب انا دوبك طالعة اي لا مو دوبي طالعة يعني في السوشيال ميديا ممكن الحين يمكن لي سنة زي كذا اوكي ايوه بس قبل كيف الناس يبغوا يعرفوا يبغوا يعرفوا خصوصا الفيديو لما يكون مسرع بيشوفوا قبل وبعد طبعا قبل وبعد هذه طبعا الكل نفسه يشوف هو اسوء التعليقات اللي بتشوفيها من خلال ما بتجيني تعليقات كثير يمكن ميك ابك مو حلو ايش هذا كيف في بس اتفادى يعني ما ماني حقت مشاكل ماني حقت مشاكل لكل يعني احد له رايه ما تقدر تقولي له ليش علقت ولا صحيح عادي. كل الناس وجهات نظر وفي النهايه اختلاف اذواق أيه. طيب بسالك يا غاليه يعني كثير من البنات بنعطيهم اهم النصائح للمكياج عشان يبرزوا جمالهم وانا مصره على هذا الشيء كانثى في مناسبات او جامعه او اي مكان هي حابه تروحه مناسبه خفيفه تكون أيوه. ايش اهم الاشياء اللي ممكن تسويها في الميك اب واهم الاشياء اللي لازم تبتعد عنها في الميك اب ايوه الوحده لازم تكون تعرف اول شيء الفونديشن اللي يناسب لون بشرتها وثاني شيء رسمه الحاجب لازم تكون مناسبه لوشها فهذه اساسيات الميك اب والرموش تكون يعني طبيعيه او مناسبه لعيونها ما تكون فيك انها بحيث انها تلفت نظر اللي قدامها طب في بنات كثير ما يعرفوا يختاروا نفسهم ممكن يسألوا مين بهذه الأشياء ممكن ينصحوا مين في بنات كثير ما يعرفوا يسووا ميك اب أيوة. ممكن تسأل خبيرات والحين برضو في السوشيال ميديا مو مقصر اليوتيوب وال لا أنت قصدك اللي تسوي لها الميك تسأل اللي تسوي لها الميك لا ممكن هي تبى تسوي نفسها بس هي ما تعرف ممكن تسأل مين بالفونديشن بهذه الأشياء يجوك ناس زي كذا صح يسألوا يجوا يسألوا بس الحين في كل محلات اللي يعني المحلات اللي بتبيع الميك اب في البنات الموظفات هم يساعدوا كلهم اخصائيات ميك اب كيف كلهم بيكونوا اخصائيات ايوه طبعا اكيد دارسين وعارفين ايش بيقدموا للناس وكذا احنا شفنا صور الان بس انا لاحظت فيها تاثيرات قويه بالبرامج بس بعرف قد ايش بتعتمدي في الصور اللي بنزليها على الانستغرام بتكون فيها تاثيرات مثلا ضوئيه تاثيرات فوتوشوب مثلا بشكل عام او حتى تغيير الوان الشادوز او البشره قد ايش بتعتمدي عليها يعني في الميك اب نفسه ولا لا بعد ما تخلص الميك اب في تعديل أيوة الصوره نفسها تعديل الصوره انا بعمل الميك اب اللي انا شايفاه بيناسب المودلز او يعني او اللوك اللي حابه اخلي المودل فيه. تطلع فيه أيه. بعد كده طبعا في التصوير لازم تكون في امور تعمليها زي اظهار الاضاءات وزي كذا فعشان تبين بتحسي متعب او يصير في يعني نقاط اختلاف وقت تعديل الصوره او غيره لا ما في يعني قبل وبعد ممكن بس شيء بسيط يعني شيء بسيط لاظهار الاشياء البسيطه اللي مو واضحه تكون مع الاضاءه نشيل الاشياء اللي ما نبغاها ممكن جيد هذه النفوس حقيقي طبعاً يعني طبعاً. غالية فرحة سعدنا حضورك اليوم معنا في ساعة شباب وأكيد أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله مرة جاية إن شاء الله نلاقيك وصلت لمرحلة أعلى وأعلى ونشوف إن شاء الله بإذن الله أقوى بإذن الله شكرا لك يا غالية أنا أكثر آخر الحلقة عدت بسرعة خلصت اليوم. بسرعة والله إني مرة زعلان إني أيوه سريعة جدا وقلتوا لي أسئلة غير أيوه لسه إحنا حنكمل على الهواء إحنا لسه سوري عموما احنا طبعا حنكمل معاكم انا طبعا زعلان لانه بكره ان شاء الله ما حكون معاكم ويعني فور ذا هول ويك ان شاء الله لاني حكون في رحله عمل لكن ان شاء الله حكون معاكم على الواتساب اول باول عشان نشوف اعداد الحلقات وكذا اكيد ونشوف ايش الموجود عندكم من ايميل البرنامج هاشتاج ساعه شباب انا حشيك ان شاء الله من نيويورك كذا حشوف هاشتاج ساعه شباب ايش في ايش ما في بشيك اول باول ايوه اكيد لازم تتابعنا اول باول بنزل لكم صور كذا خاصه حشوف حلقات مو طبيعيه مع من بكره ان شاء الله نهايه الاسبوع راح اكون معاكم وان شاء الله ننبسط مع بعض واكيد راح نفتقدك ترى ترجع لنا بالسلامه واكيد راح نتابعكم بكره بنفس الوقت من الساعه 4 للساعه 5 على شاشه روتانا خليجيه كونوا على الموعد واقول لكم كذا فمان الله معاكم انا لمياء غالب ما تنسى تبدا الحلقه بهلا والله هلا والله لازم انا كنت معكم ترات سندي كونوا بخير فمان الله مع السلامه